السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مجد صابر يا جماعة في فيديو جديد إن شاء الله. وبإذن الله يكون إن شاء الله يعني ده بداية فيديو لسلسلة فيديوهات إن شاء الله هنتكلم فيها مع بعض عن تلفزيونات السي آر تي. تمام؟ يعني تعريف بسيط، أنا آسف لو أطلت عليكم دقيقة أو دقيقتين. يعني أنا في مجال صيانة التلفزيون بقالي مثلا 20 سنة. تمام؟ 20 سنة يعني من عمري في المجال ده، يعني مجال صعب ومش عايز يأس، وعايز ان انت يبقى عندك عزيمة، وانا عايز اعرف. تمام؟ لازم، انا اسف لو بس الكلمتين دولت نسمعهم مع بعض، ان هم مهمين جدا. انا يعني طبعا زي اي حد مشترك في جروبات كتير، وبشوف تعليقات لفنانين كتير، ناس مثلا يأست واللي بيقول انا زهقت ومش عارف ابدأ منين ومش عارف الصح فين. الكلام ده كله يا جماعة غلط. يعني انت لازم تبقى فاهم من البداية انت داخل على ايه. المجال ما هو صغير وكبير وواسع جدا فوق ما انت متخيل. تمام؟ فبداية المجال دوت يعني يعتبر اللي ممكن يعني ايه بالبلد كده يركبك الصنعة، وتقدر تقول انا بقيت حاجة. لازم تكون متأكد تماما هو التلفزيون. تمام؟ هو التلفزيون السي ار تي. انا في الصنعة دي من ايام الفليبس ومن ايام الاي تي تي والتليفونكن والحاجات اللي كنت بتفتحها بتبقى زي الدولاب. تمام؟ وكان سن صغير وكنت بحاول وبقع وبقوم، بس الحمد لله بفضل الله وصلت يعني لمرحلة كويسة في الشغل بفضل الله. ان التلفزيون بالنسبة لي الحمد لله رب الحمد لله ولا اي حاجة، موضوع سهل جدا. ولازم نبقى فاهمين يا جماعة ان التلفزيون في كل، يمكن كل الدوائر اللي موجودة في التلفزيون، في كنترول وفي دايرة ماتريكس وفي دايرة صوت وفي دايرة باور وفي دايرة هوريزنتال وفي دايرة اتش تي، دايرة ضغط عالي. يعني كل الدوائر معاك موجودة في التلفزيون، في بوردة التلفزيون. تمام؟ بمعنى انت التلفزيون جاي لك عيب الوان، هتشتغل في دايرة الوان. طبعا التلفزيونات القديمة كانت يعني كان فيها تفصيل اكتر عن كده. يعني انت كنت بتلاقي دايرة الماتريكس دي لوحديها اللي حاضرة. طبعا التلفزيونات القديمة زي الان اي سي والشارب والتوشيبا القديم والفليبس والجروند، كل الكلام ده كان فيه الكلام ده بتفصيل. انت كنت لازم تبقى فاهم انت هتشتغل ازاي، لا هتبدا ازاي. فاهمني؟ يعني انا جاي لي عيب، جاي لي تلفزيون فيه مشكله، لازم ابقى فاهم هبدا ازاي، احدد العطل ازاي، هحدده ازاي، اذا كان باور اذا كان هوريزنتال، هو جاي لي كاتم جاي لي قاطع ما بينورش. لازم ابقى فاهم هبدا ازاي، هشتغل على ايه اللي انا هقدر عن طريقه اوصل للمشكله. حتى لو من بعيد شويه ما فيش مشكله، بس ابقى فاهم انا هشتغل ازاي. تمام؟ فثق تماما. الناس اللي زهقت والناس اللي في ناس بتحاول، ولازم يكمل ان شاء الله، وان شاء الله هيوصل، بس عايزه تعب. مش كل شغلك انا اسف تعتمد فيه على النت. مش مطلوب مني ان انت تسالني على عيبه اديهولك بحذافيره. لازم يبقى عندك حته ان انت، انا عايز اعرف، انا بدور. يعني اقدر اديك مثلا بدايه عيب، لكن انا ابقى بضلك وبضحك عليك ومش وبضرك كمان، ان انا اقول لك العيب اهو اعمله واحد اتنين تلاته. لا، لازم يجي بعد محاوله منك مره واتنين وتلاته. كلنا حصل معانا الكلام ده، كلنا، كل الناس القديمة اللي بقالها فترة في المجال حصل معاها الكلام ده. لازم تبقى متأكد. خسر ودفع من جيبه وخسر وقته، وفي يعني بص شغلانة بتاخد عمرك. لازم تبقى فاهم ان انت عشان تتعلم، بس هتتعلم فاهم، وهيبقى معاك علم مهم جدا، وهو المستقبل كله. كل الشباب اخواتنا الصغارين اللي طالعين وناويين على المجال ده، لازم تبقى فاهم ان هو مستقبل ليك انت، تقدر توسع لنفسك، تقدر تدرس، تقدر تكمل، بس لازم العمل مهم جدا جدا، وخصوصا يا جماعه التلفزيون السي ار تي، خصوصا السي ار تي هو مهم جدا مهما قدم ومهما، لكن في كل الشغل. تمام؟ بدايه انت مع التلفزيون السي ار تي لازم تبقى فاهم انت. يعني انا التلفزيون عايز اعمل، عندي مثلا مشكله هوريزنتال، التلفزيون كاتم هوريزنتال، فين دايره الهوريزنتال؟ لازم احدد الكلام دوت، لازم ابقى عارفه. التلفزيون فيه مشكله باور، طب ماشي، الباور فيه شقين، في الاي سي وفي الدي سي في الباور، وفي بعد كده مرحله الاوسيليتور والتقطيع. عايز احدد ازاي هبدا هنا ولا هبدا هنا، لازم ابقى عارف دي. تلفزيون جاي لي مثلا فيه عيب فيرتيكال، اخش على عيب فيرتيكال، فين دايره الفيرتيكال في التلفزيون؟ الكلام ده ان شاء الله باذن الله هنقوله كله ان شاء الله في استفاضه في بعض الفيديوهات باذن الله، بحيث ما تبقاش طويله على الناس، والناس ان شاء الله تستفاد منها ان شاء الله. بس يعني ان شاء الله اللي هيستفاد اللي بيحاول يا جماعه. انا اسف اللي معتبر الموضوع سهل، واللي معتبر ان الموضوع لا انا هخش ادور واجيب عيب واصلح، ما هياش شغلانه فلوس خالص. عشان تبقى فاهم، عشان تنجح فيها، اعتبر في البدايه انت بتحطه، بس انا انت عايز علم، ما هي علم.
لازم تبقى فاهم دوت ولازم تبقى عارفه متأكد منه. لو استنيت مكسب منها في البداية تأكد تماما انك مش هتتعلم حاجة، هتشتغل على اللي انت عارفه بس، وهو ده اللي بيجيب فلوس معاك وخلاص. لكن تأكد تماما ان هي علم، انت عايز علم، اعرف الاول واتعلم وبعد كده دور على المكسب، ابتدي استثمر نفسك، مفيش اي مشكلة، لكن لازم تبقى شارب الموضوع يعني من اول الف ب، تمام؟ فانت لازم تبقى فاهم ان بداية الشغل خصوصا في السي ار تي لازم احدد دوائر، امسك البورد ايا كان نوعها، يعني ملهاش دعوة بقى توشيبا ان سي جروندج ايا كان، في انواع كتير انا طبعا ما بتبقاش موجودة عندنا في مصر، موجودة برا، مش شرط النوع، بيبقى اللي موجود مثلا في الاردن، اللي موجود في الكويت، اللي موجود في السعودية، في زي في مصر، لكن بانواع تاني. الفكرة انك تبص للبوردة تقدر تحدد على طول ده الدايره دي دايره كذا، الدايره دي دايره كذا، لان في اساسا ناس كتير بتتوه في الموضوع ده وبتشتغل غلط، يعني جاي له عيب يشتغل في حاجه تانية خالص بعيد عن العيب، لانه اساسا مش قادر يحدد هنا ايه، هنا شغال ايه، وهنا خارج ايه، هنا فين التغذيه، فين الدي سي، فين الخارج. لازم تبقى فاهم الكلام ده كله، يبقى عندك طوله بال رهيبه، عايزه صبر وطوله بال ملهاش اول من اخر. لازم نكون متفقين على كده، الصبر وطوله البال اساس الشغل، هم رصيدك في الشغل عشان تبقى عارف، تمام؟ هم رصيدك في الشغل. خبرتك مهمة جدا لازم تاخدها، لان انت يعني احنا كفنيين عارفين ان ممكن تكون مثلا قطعة الغيار مش غالية، بس انت بتاخد حق تعبك من العميل، وده ما يزعلش، دي خبرتك وتعبك وشقاك، كل واحد عارف جابها ازاي واكتسبها ازاي، تمام؟ فبإذن الله بإذن الله هنشرح واحدة واحدة مع بعض كل الكلام ده إن شاء الله، إزاي تقدر تحدد دايرة الفيرتيكال من الباور، من الهوريزونتال، من الإي سي، من الدي سي، من التوحيد، من دايرة الصوت، فين الكنترول، هنا إيه دخله إيه، لازم كل ده إن شاء الله نعرفه بإذن الله بإذن الله مع بعض في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. بإذن الله هنكمل دوت، وواحدة واحدة مع بعض هنبتدي نقسم التلفزيون، نقسم بوردة التلفزيون نعرفها، ونبتدي نخش على أعطال بمنتهى السهولة. بس أنت لازم تكمل، يعني إن شاء الله هديك بداية، أنت لازم تحاول، مع الموضوع مش صعب، خلي قلبك جامد شوية، ما تخافش من الشغل وخش على الشغل بقلب، بس وأنت فاهم عارف بتعمل ايه، تاخدها خطوة خطوة، ما تحاولش تعدي حاجة قبل حاجة، عشان لو فاتك حاجة يعني هيبقى صعب بالنسبة لك ترجع لها، لازم تاخدها واحدة واحدة، يبقى عندك صبر وطولة بال. شغلانة جميلة يا جماعة، وتبدأ والله منها تعمل كل حاجة، كل حاجة يعني كل حاجة موجودة في السي ار تي في التلفزيون، مهم جدا جدا. ان شاء الله ان شاء الله مع بعض في الفيديو الجاي بإذن الله هنبتدي نتعرف على بوردة التلفزيون واحدة واحدة، ازاي اقدر احدد دوائر ايه، ازاي اخش على العيب، اعرف العيب ازاي من بره من قبل ما افتح التلفزيون. بس انا اسف والله الموضوع كبير جدا، وان شاء الله انا مش يعني ان شاء الله انا مش هحوش اي معلومه موجوده باذن الله، يعني احاول ان انا افيد الجميع ان شاء الله، تبقى الفيديوهات خفيفه على الناس وتستفاد منها باذن الله. واحده واحده هنشرح الموضوع، ما هو سهل وكبير للي عايز يتقن الصنعه، لازم تاخدها واحدة واحدة، تتقن الصنعة، تبقى فاهم بدايتها ايه، عشان يجيلك شاشة تقدر تشتغل فيها، يجيلك صب تشتغل فيه، اي حاجة في شتها بتتحط في الكهرباء تأكد تماما تقدر تعملها وتخش عليها، ما دمت فهمت يعني ايه اي سي ويعني ايه دي سي والمراحل اللي ما بينهم والتحويل وكل، تفهم دوائر بتشتغل ازاي، والله هتشتغل في كل حاجة بإذن الله. كل المستقبل تكنولوجيا وكنترول، وكله بيحاول يصغر الحجم، وكله بيلجأ للتكنولوجيا في كل حاجة، دخلت في الغسالات وفي التلاجات وفي التكييفات، كل حاجة فيها برد، لازم تعرف واحدة واحدة وتصبر على نفسك. والله الموفق إن شاء الله للجميع، وبإذن الله أتوفق معاكم في الفيديوهات الجاية وإن شاء الله نستفاد منها. شكرا لكم يا جماعة، إن شاء الله اللي عجبه الكلام بإذن الله ومكمل معنا في الفيديوهات الجاية، اتمنى عمل اشتراك للقناة بإذن الله وتفعيل الجرس عشان يوصلك الفيديو ان شاء الله اول ما ننزله، وعمل شير للقناة. والله الموفق ان شاء الله، شكرا.